Yes, welcome back. And to start today's show, today's blessed show, where we are commemorating the martyrdom of Imam al-Kadhim, we're going to be hearing from the holy words of the Qur'an, from the voice of Sayyid Jalal Ma'asumi. Sayyid, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyid, inshallah, we'll be hearing from your voice in terms of the chapter. It's chapter of Fajr, so Surah al-Fajr, verses 15 to 30. Please, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد.